يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من جولات استوديو الأبطال وألعاب الصالات. والحقيقة النهاردة جولتنا مختلفة تماما لأن هي بطولة هي الأولى من نوعها أو بطولة الحقيقة في نسختها الأولى، وده اللي احنا هنتكلم عنه أكيد النهاردة في الاستوديو الخاص بينا، وهي بطولة طبعا كأس استادات الدولية لكرة اليد. بطولة الحقيقة كبيرة، بطولة محترمة، وهو حدث كبير بقالنا الحقيقة فترة طويلة جدا ما سمعناش عن بطولة بتحمل اسم مؤسسة كبيرة من أحد شركات ومؤسسات الدولة المصرية. يمكن زمان كنا بنسمع عن بطولات كتير بترعاها شركات صناعية بهدف طبعا تجهيز منتخباتنا المختلفة للبطولات القارية، سواء بطولات قارية أو عالمية، وبعد فترة بترجع لنا البطولات دي من جديد عن طريق شركة استادات، واللي كانت حريصة جدا كل الحرص الحقيقة على تجهيز منتخب الأمل لكرة اليد المصرية، لأن الدولة دلوقتي بكل أجهزتها الحقيقة بتقول إن الرياضة مسألة أمن قومي وقوة ناعمة كبيرة جدا تقدر تشكل الكثير جدا من وجدان وتفكير الناس. دايما بنتكلم عن فكرة القوة الناعمة الحقيقة، خلينا نتكلم ان الرياضة هي احد اقوى القوى الناعمة في بلدنا سواء هي او الفن، ولكن الحقيقة ان الرياضة تحديدا مؤخرا شايفين اهتمام كبير جدا وشايفين عطاء كبير جدا من المؤسسات المختلفة من الدولة المصرية للرياضة بكل مختلف بقى الرياضة. يمكن زمان كنا بنتكلم او مركزين اكتر على كرة القدم، ولكن الحقيقة شايفين دلوقتي ان العاب الصالات بقى ليها يعني تأثير كبير جدا كمان على الجمهور، مش بس يعني بتحوز على كمان اهتمام الشركات أو المؤسسات المصرية، ولكن الحقيقة الجمهور كمان بقى يتابع بشكل كبير جدا، وكمان بقى عنده الحقيقة وعي بكل ألعاب الصالات. ولو هنتكلم على كرة اليد تحديدا فهي اللعبة الشعبية التانية بعد كرة القدم، وده اللي احنا شايفينه وده اللي شركة استادات الحقيقة قدرت ان هي تحققه في هذه البطولة في نسختها الأولى، واللي احنا طبعا ك يعني فريق عمل لشاشة قناة النادي الأهلي كنا حريصين أن يكون في إذاعة لكل المباريات اللي هتكون موجودة في هذه البطولة. خلينا نتكلم طبعا عن شركة استادات، هي شركة أكيد عارفين أن هي رائدة في السوق المصري وكانت حريصة كل الحرص على توفير كل سبل الدعم وتنظيم البطولة دي بشكل مختلف ومحترف والحقيقة منظم على أعلى مستوى. النهاردة هنقدم طبعا لحضراتكم الاستوديو لتحليل مباراة الافتتاح في النسخة الأولى من بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد، واللي بتتلعب طبعا على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 ولحد 13 يناير. هي النهاردة هيكون عندنا ماتش، بكرة أيضا ماتش، وبعد غد أيضا ماتش. البطولة بيشارك فيها 3 منتخبات هم مصر والمجر ورومانيا. النهاردة انطلاق البطولة بمواجهة تجمع طبعا أو يعني بمواجهة في تجمع في الافتتاح بين منتخبنا الوطني مع منتخب رومانيا، وبكرة إن شاء الله منتخبنا هيبقى راحة، بعديها بقى بيوم هيلعب منتخب رومانيا مع نظيره المجري، ويوم السبت بقى يعني بعد ما يحصل منتخبنا الوطني على راحة سلبية من المباريات أو من المباراة هيكون يوم السبت هيبقى ختام البطولة بمواجهة بتجمع بين منتخبنا ونظيره المجري. خلينا نتكلم شوية يمكن عن البطولة، بيشارك فيها منتخبات الشباب تحت 20 سنة، ويعني بنتكلم عن مواليد 2004 تحديدا، وبيدرب منتخبنا فيها نجم النادي الأهلي ومدربه السابق طبعا كابتن طارق محروس، والمتخصص أكيد يعني زي ما احنا عارفين يمكن مرارا وتكرارا كابتن طارق كان ليه الحظ الأكبر في الحديث عنه في طبعا برنامج الأبطال وفي الاستوديوهات التحلية المختلفة. طبعا كابتن طارق يعني كان ليه نصيب كبير ان هو يعني يعد او يجهز النجوم الصاعده، لانه كان حقق برونزيه كمان بطوله العالم مع منتخب الشباب تحت 21 سنه واللي كانت في اسبانيا في تحديدا صيف سنه 2019. المنتخب ده لعب كذا ماتش ودي طبعا قبل انطلاق هذه البطوله، تحديدا بنتكلم هنا عن بطوله استادات الدوليه، قدر ان هو يفوز على منتخب عمان طبعا من ايام بنتيجه 28-25. بعدين بقى استغل وجود منتخب الكونغو الديمقراطية الأول واللي هيشارك كمان يوم في بطولة أمم إفريقيا للكبار واللي هتتلعب على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة طبعا زي ما احنا عارفين من 17 ولحد يوم 27 من يناير الجاري.
قدر طبعا ان هو يتعادل معاه بنتيجه 28-28، وامبارح لعب ماتش ودي مع منتخب المجر تحت 20 سنه وفاز عليه بنتيجه 29-27. ونقدر كده نقول ان دي كانت البروفا الاخيره قبل انطلاق بطوله استادات الدوليه. الحقيقه النهارده طبعا هنتكلم عن مباراه الافتتاح، هيكون معانا تغطيه شامله طبعا وكافيه من داخل صاله 2 باستاد القاهره. اكيد شاشه قناه النادي الاهلي هتكون حريصه ان هي تنقل هذا الحدث الكبير لحظه بلحظه. طبعا كاميرا استوديو الابطال موجوده في ارض الملعب طبعا وكمان في صاله 2 زي ما احنا نوهنا في بدايه الاستوديو. هيكون معانا كمان استوديو تحليلي مفصل بقى عن راي ضيوفنا طبعا الكبار نجوم كرة اليد. النهاردة هنتكلم أكتر عن منتخب الشباب 2004 وفرصه إزاي في هذه البطولة، وإزاي البطولة دي كمان أكيد رأيهم مهم جدا في بطولة بترعاها شركة كبيرة زي شركة استادات، أكيد هتكون بطولة هامة جدا. ويمكن زي ما احنا بنتكلم عن كرة اليد، احنا يعني الحقيقة منتخبنا هو رائد في هذه اللعبة وشايفين تقدم وتطور عام بعد عام، وشايفين كمان أن مصر بتقدر زي ما بتنظم بطولة استادات دولية كمان، يعني زي ما احنا كنا بنتكلم انه من 17 وحتى 27 مصر ايضا بتستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، يمكن كنا أعلن عنها أيضا من أسابيع قليلة. فده بيدل، إن كان بيدل على شيء فده بيدل على قدرة مصر الحقيقة في تنظيم هذه البطولات العالمية على أرضها والبطولات الإفريقية والمختلفة. دايما بنتكلم أنه يمكن كانت بلاد كتير جدا اعتذرت في السنوات الأخيرة عقب فيروس كورونا أو يعني أزمة كوفيد-19 أن هي تستضيف البطولات، ولكن الحقيقة مصر في الفترة الأخيرة كان هو فترة الازدهار لطبعا دولة مصر، وقدرت الدولة المصرية تثبت قد إيه أن احنا قادرين أن احنا ننظم مثل هذه البطولات. والحقيقة أن النهاردة كمان شركة استادات بما أنها جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية، فقدرت أيضا يعني تثبت للجميع أن احنا قادرين أن احنا ننظم مثل هذه البطولة اللي هنشوف أكيد تفاصيلها على مدار الثلاث أيام والنهاردة تحديدا مع الافتتاح. هنخرج فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية نستكمل بقية الحديث عن بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد. رجعنا لكم تاني طبعا بعد الفاصل، وخلاص يعني لم يتبقى على انطلاق المباراة إلا يعني دقائق قليلة الحقيقة، يمكن 10 دقائق بتفصلنا عن انطلاق هذه المباراة في النسخة الأولى من بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد. ولكن أكيد بيسعدنا دلوقتي أنه ينضم لنا ضيوفنا الكرام والكبار، كابتن محمد فضالي نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة اليد، نورنا ومشرفنا في استوديو الأبطال النهاردة. أهلا بيك. الله يخليك. طبعا كابتن محمد عبد الله نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره اليد، منورنا ومشرفنا، مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. اهلا بيكي ومنورين قناه النادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم شويه عن النهارده، يمكن بطولة هي في نسختها الأولى بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد. خليني أبدأ معاك يا كابتن فضالي، أكيد يعني رأي حضرتك مهم، فكرة أن شركة أو مؤسسة كبيرة زي مؤسسة استادات أن هي بتنظم هذه البطولة، شايفين كمان منتخب أو ثلاث منتخبات بيشاركوا فيها، رأيك إيه في البطولة يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا بشكرك للاستضافة الظريفة وإن شاء الله ربنا يوفقنا في البطولة الجاية ديت. الحقيقة دي حاجة بشرت يعني بشرة خير أن تبدأ شركات تتعاون مع الاتحادات عشان تقدر تعمل تنفذ البرنامج اللي موضوع من قبل لجنة المنتخبات في الاتحادات المختلفة لتطوير الفرق بتاعتنا ولإعدادنا لكأسات العالم اللي هي المفروض على يعني قربت خالص، وده شيء محترم جدا. نتمنى ان شركات اخرى تحذو حذو شركة استادات في هذا الامر. ليه؟ لان اللي بيخليكي دائما محطوطة في قائمة الكبار هو حجم الاستعدادات بتاعتك. الاستعدادات دي بتنقسم لجزئين، جزء داخلي اللي هو بيتعمل داخلي زائد الاحتكاكات الخارجية اللي هي اللعيب فيها بيبدأ يتعود على الأجواء اللي هيمر بيها، بتقربوا شوية من الصورة، زائد ان كثرة الاحتكاك بيولد عند اللاعب نفسه انا قادر انا استطيع،
ودي نقطة بتساعد جدا الأجهزة الفنية. لو ما فيش دعم في الحتة ديت أعتقد أن الأمور هتبقى صعبة جدا يعني. كابتن عبد الله طبعا اكيد بطوله هامه، ويمكن زي ما كابتن فضالي كان بيتكلم عن فكره اعداد المنتخبات ودعمها بالشكل ده تحديدا منتخبات الشباب، برضو راي حضرتك مهم اكيد ان احنا نعرف رايك عن هذه البطوله في نسختها الاولى النهارده. وطبعا بطوله زي دي طبعا فرصه كويسه طبعا للاعداد للمنتخب، خصوصا ان هو منتخب شباب او منتخب ناشئين كان بيعاني الاول ان بيبقى فيه فرص قليله بالنسبه للاحتكاك على مستوى الدولي، زائد ان طبعا كنا بنعاني من الاعدادات والمصاريف في السفريات اللي هي الخارجيه، فدي كان دي فرصه كويسه طبعا ان شركات تتعاون مع الاتحاد وتدعم فكره ان تجيبي انديه تقدري او منتخبات تقدري تعملي معاها احتكاك قوي. وطبعا بتفرق كتير لما اللعيبه بتحتك بالمنتخبات الدوليه والمباريات الدوليه، فبتبقى خير اعداد ليها للبطولات الاساسيه الدوليه يعني سواء كاس عالم او بطولات افريقيا. فدي فرصه كويسه طبعا ان حتى كمان للمديرين الفنيين ان هم يقدروا يشوفوا اللعيبه عن قرب قبل ما ياخدوا قرار في بطولات اساسيه دوليه، يقدروا يحطوا ايديهم على مفاتيح لعب، على مراكز لاعبين، على تدريب اللعيبه على مستوى عالي، وفي نفس الوقت خطط اساسيه يقدروا يتعاونوا من خلالها بالاحتكاك. فدي فرصه كويسه طبعا ان يبقى في تعاون ان شاء الله بين الشركات والاتحادات ان شاء الله يا كابتن. طبعا خلينا نروح دلوقتي لاستاد القاهره وتحديدا صاله 2، وهينضم لنا دلوقتي زميلتنا العزيزه سالا حامد من داخل استاد القاهره اكيد علشان تقول لنا كل الاجواء الخاصه بالمباراه الافتتاحيه للنسخه الاولى من بطوله كاس استادات الدوليه لكره اليد. سالا طبعا بنرحب بيكي، واكيد مهم جدا ان انت تحطينا معاكي في الأجواء وكل ما يخص الافتتاح وأيضا المباراة. برحب بيكي طبعا زميلتي مريم، وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام الكابتن فوزي فضالي وطبعا الكابتن محمد عبد الله نجوم منتخبنا الوطني وطبعا نجوم النادي الاهلي لكره اليد، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلتي يا مريم حاليا انت داخل صاله 2 باستاد القاهره طبعا عشان انقل لحضراتكم الاستعدادات ما قبل مباراه اليوم الاهلي ورومانيا، وطبعا منتخبنا منتخب الشباب تحت ال 20 المشارك طبعا في بطوله استادات الدوليه والوديه لكره اليد. سريعا يا مريم طبعا زي ما انت شايفه ورايا يمكن انتهى يعني جميع لاعبي النادي الاهلي وعفوا لاعبي منتخبنا الوطني ولاعبي منتخب رومانيا للشباب من عمليات الاحماء قبل مباراه اليوم، وكمان النهارده ان شاء الله قبل بدء المباراه واللي بتبتدي خلاص يعني كمان خمس دقائق هيكون في تكريم لاثنين من اساطير كره اليد اللي يعني ساموا بصمه كبيره في عالم كره اليد، وهم طبعا الكابتن عفت رشاد والكابتن طلعت شتا اثنين طبعا من نجوم كره اليد. النهارده هيتم تكريمهم واللي هيستلم طبعا بناء عنهم زوجه الكابتن طلعت وابن طبعا الكابتن عفت هيستلموا الدرع او الجائزه تكريما ليهم قبل بدء المباراه. كمان خليني سريعا اقول لك انه يعني سواء منتخبنا الوطني او منتخب رومانيا استعدوا بشكل طبيعي جدا للبطوله. منتخبنا الوطني كان عنده مباراه وديه امبارح مع المجر وانتهت بفوز منتخبنا الوطني بنتيجه 29-27. كمان منتخب رومانيا امبارح وصل للقاهره يعني الاربع الصبح للمشاركه في البطوله، وكمان كان عندهم تمرين على نفس الصاله بالليل عشان يستعدوا للبطوله. يمكن واخدين البطوله هم يعني وطبعا منتخبنا الوطني كيعني في اطار استعدادات المنتخبين لبطولات جايه ان شاء الله هيشاركوا فيها. يمكن منتخبنا الوطني ان شاء الله هيشارك في دوره الالعاب الافريقيه في شهر 3، وايضا منتخب رومانيا هيشارك في كأس أوروبا أو البطولة الأوروبية في شهر 7 القادم في سلوفينيا. فيعني الاثنين عندهم يعني طبعا حافز كبير جدا مشاركة في البطولة ومستعدين بشكل كبير جدا. خلاص دقائق والمباراة في طبعا يا مريم، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو طبعا الكلمة ليك يا مريم تفضلي.
شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه سالة حامد على هذه التغطيه السريعه. طبعا حطتنا في الاجواء الخاصه بما قبل يعني مباراه مصر ورومانيا في بطوله كاس استادات الدوليه لكره اليد. وخلاص يعني يمكن يتبقى 5 دقائق تحديدا على انطلاق هذه المباراه. كابتن فوزي خلينا كده يعني نتكلم عن النهارده منتخب شباب منتخب مصر. شايف ازاي ان هم او هتكون المباراه دي؟ يعني يمكن كده نتكلم عن النقاط الإيجابية اللي هيخرجوا بهذه المباراة منها طبعا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فرقة المجر ورومانيا الاثنين من الفرق اللي ليهم تاريخ كبير جدا في كرة اليد عالميا، لكن هم على مستوى الناشئين والشباب لسه ما وصلوش للمرحلة اللي احنا قدرنا نوصل لها. فأعتقد أن التجربة دي معمولة لأن في بعض الأفكار في دماغ المدير الفني اللي هو كابتن طارق محروس محتاج إن هو يطبقها في أرض الواقع، وبالتالي هو محتاج إن هو يشوف الانسجام إزاي، يشوف إيه المميزات والعيوب في الحاجات اللي هو بيستخدمها. عشان كده هو لما جاب مدرستين الاتنين مش هنقدر نقول إن هما سوبر قوي، يعني لأن الأول والتاني في آخر كأس عالم للناشئين كان منتخب أسبانيا ومنتخب ألمانيا، فبالتالي ما هماش مصنفين في الثمان فرق الأولين. طيب بنقول ليه بنجيب فرق كده؟ انت واحنا بنعد فرقة لازم يمر بأكتر من ليفل، ليفل أقل مني شوية، وده اللي أنا بشتغل عليه الجمل اللي أنا بحاول إن أنا أوصل ليها في المباريات التقيلة، وأبدأ أصلح الأخطاء اللي بتحدث في أثناء تنفيذ الطرق الدفاعية أو الطرق الهجومية. ليفل اللي هو بيبقى إيكوال تقريبا أو ممكن أب أند داون، عشان أبدأ أشوف تحت ضغط ماذا يحدث. ثم ليفل أعلى خالص اللي هو أعلى مني شوية أو أعلى مني بسنة بسيطة أو أعلى مني بدرجتين ثلاثة، عشان ابدا اشوف الايه الردود الافعال زائد قراءه الفرق الاخرى ايه اللي بيتعمل، وبالتالي ابدا اجهز فرقي للشغل اللي هيحصل في كاسات العالم. طيب كابتن عبد الله خلينا نستعرض مع حضرتك القائمه الخاصه بمنتخب الشباب المنتخب الوطني. عندنا يوسف ناجي رقم 30 حارس مرمى، وعندنا يوسف وليد حارس مرمى رقم 16، عندنا زياد مهند حشاد رقم 8، محمد صلاح 22، محمد وائل عبد اللطيف 55، عندنا ياسين محمد عبد المنعم 71، عمر يوسف 18، زياد عبد الرحيم 10، محمد عماد شعبان رقم 5، عمر عدلين 64، احمد حسن فاروق رقم 4، وعلي ماجد فاروق رقم 77، ومحمد مؤمن صفا رقم 9، بلال ابراهيم رقم 20، امير حسين جعفر رقم 60، ومعاذ عزب 44. طيب الجهاز الفني يا كابتن؟ الجهاز الفني كابتن طارق محروس، كابتن مدير فني، ومهند السحيلي مساعد مدرب، وكابتن محمد عبد المنعم مدير اداري، وكابتن محمد عبد المنعم بيقولوا له منعم طبعا عشان في فرق بين الاداري وحراس المرمى، في كابتن منعم مدرب حراس مرمى، ودكتور روماني طبيب، ومحمد سليمان محلل اداء. تمام. طيب خلاص طبعا احنا كابتن الفي على راس الجهاز طبعا. ايوه طبعا كابتن محمد الالفي المشرف على منتخبات الشباب والناشئين، وايضا كابتن محمد سليمان محلل فني. يعني الحقيقه بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده لشباب كره اليد في هذه البطوله، ويكون بقى يعني دي الافتتاحيه الخاصه بالبطوله، وايضا يعني يبقى وشها ساعد على منتخب الشباب النهارده في هذه البطوله. دلوقتي بقى هنطير لاستاد القاهرة ومعلقنا طبعا الكبير كابتن إيهاب رجب للتعليق وانطلاق هذه المباراة ما بين منتخب مصر للشباب ومنتخب رومانيا للشباب في بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد.